وهي المعروك السوري على الطريقة الحلبية الأصلية، المعروك الرقيق اللي مثل ما بتعرفوه كلكم بحلب، طعم رائع والرائحة هائلة. اللي حابب يعرف الطريقة يتابعني بالفيديو. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء لتحضير خميرة المعروك بحتاج 250 ملي لتر حليب فاتر أو ما يعادل كوب مقاس. بدي أضف له معلقتين سكر. بدي أضيف معلقة صغيرة حوالي 11 غرام خميرة العجين أو خميرة المعجنات. بحركهم شوي وبنطر عليها حوالي 10 دقائق لتختمر وتفور. بعدين بنضيفها للطحين وبقية المكونات. ريثما تختمر الخميرة نحتاج ملعقة كبيرة من اليانسون وملعقة كبيرة من الشمر. نقوم بتحميصها، بنحمصها شوي على الطواية وبعدين بنطحنها مشان نضيفها للعجينة. هلا بتاخذ معنا حوالي 5 دقائق، بنحمصهم وبنطحنهم بالخلاط الكهربائي العمودي ونضيفهم للعجينة مشان تطلع صغيرة وما تعذب الأكل. نجيب الطواية الصغيرة، بنحمص اليانسون والشمر وبعدين بنطحنهم ونضيفهم للعجين. مثل ما بتلاحظوا هلا مضى 7 دقائق، الخميرة ارتفعت عم بتفقع، جاهزة صارت لنضيفها للطحين. دائما اعملوا الخميرة على حدة بهي الطريقة. هلا بنكمل طريقة التحضير المعروك. المقادير اللي عندي، المقادير اللي عندي هي 450 غرام طحين حلويات. بحتاج لهم نصف كوب من السكر ما يعادل حوالي 4 معالق كبار، وعندي اليانسون والشمر اللي حمصتهم وطحنتهم بالخلاط العمودي، تقريبا معلقة كبيرة من اليانسون ومعلقة كبيرة من الشمر مع معلقة سكر مشان يسهل الطحن. بدي أضيفهم للخليط اللي عندي، ربع معلقة صغيرة من الملح، وبحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر، خميرة الحلويات البيكنج باودر، واحتاج معلقة صغيرة من الفانيليا، وبحتاج ايضا محلب، احتاج حوالي ربع معلقة صغيرة. ما تكتروا منه هذا المحلب لاني بينزع الطعم، الكمية القليلة منه بتعطي رائحة رائعة للمعجنات، ولكن الاكثار منه بيعطي طعم يعني غير محبب. راح بخلصها شوي وبعدين بضيف الخميرة. الخميرة راح اضيفها مخلوطة ب 250 ملي لتر حليب دافئ. اللي ما بيحب الحليب يضيف ماء فاتر. وعندي بيضة مع صفارة، بيضة كاملة راح اضيفها. واخر شيء من السوائل نصف كوب من زيت الذرة. قد احتاج الى تعديل العجين بكمية قليلة من الماء الفاتر او بمعلقتين او 3 ملاعق من الروب الزبادي اليوغورت. هلا مخلطها. هلا العجينة محتاج نضيف لها سوائل لاني تسميكة، يا اما بتضيفوا حليب او ماء فاتر يا اما انا بضيف لها لبن. هلا عشان نعدل العجينة، اما بنضيف شوية ماء فاتر حسب استيعاب العجينة او بنضيف. هلا العجينة بنعدلها اما بالماء الفاتر او باضافة اللبن الزبادي اليوغورت مثل ما شفتوا في فيديو كعك العيد وفيديو راس العيد. هلا عندي انا معلقتين
لبن اللي هو اليوغورت، راح أعدل فيهم طراوة العجينة. دائما اللبن لأني فيه خمائر وفيه هالأشياء هاي بيساعد على إنه العجين يطلع رائع معكم في المعجنات، في الحلويات، في الكعك. هلا باعتبار هي نوع من أنواع المعجنات، اللبن بيساعد جدا، أفضل ما تضيفوا ماء. ضفت أنا 3 معالق من اليوغورت الزبادي، واللي بده يجربها بده يدعي لي على هاي الطريقة هاي. شوفوا العجينة حتى ما عم تلزق بالإيد، يعني اللبن بيساعد على تخمر العجين بسرعة. هلا العجينة بلشت، بس شوفوا انه بلشت ما تلزق، بتكون جاهزة يعني خالص، ما بتحتاج عجين اكثر من هيك. راح اغطيها للعجينة بقماشة انا مخصصها دائما للمعجنات، وخليها حوالي نص ساعة، وبعدين بنكمل طريقة المعروك السوري ولا اسهل من هيك. هلا بعد ما مضى نص ساعة نفتح العجينة. العجينة هلا تقريبا جاهزة، راح رشلها شوية طحين، ما لازم تكون سميكة أكتر من هيك لأني تطلع قاسية أثناء الخبز. راح أقلبها على الطاولة. الله، العجينة روعة، شايفين قديش هشة؟ هيك لازم تكون العجينة. هلا بنجيب الصينية اللي بدنا نخبز فيها المعروك. الصينية بتدهنوها، الصينية بندهنها بطحينة السمسم الراشي الجدران كاملة، وبعدين بنحط فيها العجينة وبنخبز. خلوني ننظف هالفوضى اللي صارت ونكمل. هلا بنجيب العجينة بنقصها شوي بالنص، بنجيب الصينية، بنجيب الصينية اللي دهناها بالطحينة، بدهن إيدي شوية زيت، بمدها بقلب الصينية، ما بدها تعقيدات ولا بدها رق بالشوبك ولا بدها أي شيء. بنمدها كأني عم مد صينية البيتزا، لأني هي صينية البيتزا أوريدي، معروك بلا تعقيدات بلا شوبك بلا أي بطيخ. هلا منجيب بيض، بيضة بنحط لها شوية خل، معلقة مربى المشمش، ونخلطه. الخل بنحطه مشان تروح زنخة البيض، أو بإمكانكم تحطوا فانيليا، معلقة فانيليا مع البيض. وأنا حطيت له على طول، أنا بحط له معلقة مربى، أي نوع مربى بتحبوه، مشان يعطيه دبقة هيك على الوش، يعطيه الطعم السكري على وشه. هلا بنجيبه للصينية وندهنه بالبيض هاد. آخر شي بنعمله جيب السمسم مع حبة بركة، وشمر مطحون، وهي كل المكونات اللي ينسون بنرشهم على الوش.
وهاي المعروق جاهز، راح نخليه يختمر لوحده هيك بالصينية حوالي نص ساعة ساعة تانية، وبعدين بنحطه بالفرن. ولا أسهل ولا أروع من هيك معروق. I love it. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing, bing, bing. You press a button. Bing, bing. Press a button. Bing, bing. هلا ضل علينا ندهنه شوية سمن عربي على الوش أو سمنة بقرية، أي سمنة تكون طيبة لازم تدهنوها فيها، تعطي زكاوي ولمعة بالإضافة إلى طعم هائل. لازم تدهنوه هو سخن مشان هالسمنة تنزل تتشرب وتاخد المعروكة النكهة كاملة، نكهة السمن. ولا أروع ولا أطيب من هيك معروك. وهي المعروك السوري على الطريقة الحلبية صار جاهز. أوف الساتو سخن. ولا أروع من هيك. شوفوا لي المنظر ما أحلى من تحت كيف مستوي، روعة. ولا أطيب من هيك. راح جرب قطعة قطعة، شوفوا قديشو هش. الله، ولا أحلى ولا أروع من هيك معروق. شيء رائع على الأصول، ولا أطيب من هيك. راح دوق وخبركم. رائع. وصحتين وهنا على قلبي وقلبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتشوفوا كل شيء جديد. يعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة.